أولمبي سوسة بالرأس من علي البريكي لإياب لمسكني يمسكني أرضية شرميتي 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 الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي ابن الشبيبة ابن الشبيبة لا يحتفل احتراما للفريق الأم. هذا أمامكم على الصورة أمينة الشرميتي أمينة الشرميتي يسجل أولى أهداف المباراة. اختير غازي عبد الرزاق والحكم وسيم بن صالح يقول ضربة جزاء لصالح النجم الرياضي الساحلي بعد عرقلة غازي عبد الرزاق في هذه العملية. هل يكون الهدف الثاني والهدف الثاني؟ لا. ممتاز علي الفريوي تصدى لضربة جزاء محمد إيهاب المساكني وقت تنفيذ الكرة الثابتة يحدق التسديد بالرأس فرصة وهدف ثاني هدف ثاني لصالح النجم الرياضي الساحلي محمد إيهاب المساكني بعد ما أضاع إمكانية إضافة هدف ثاني للنجم وإخفاقه في تنفيذ ضربة جزاء ينجح في تسجيل هدف ثاني في 34 دقيقة لعب لصالح النجم الرياضي الساحلي. كرة لليمين وجود ماهر الحناشي كلت النجم قاعد يدور في الكرة قاعد يخدم هذه كرة خطيرة لياب المساكني ساكنة شرميتي أمينة الشرميتي والثالث للنجم الرياضي الساحلي. قلت بكل سرعة الكرة هذه للنجم الرياضي الساحلي من الدفاع الوسط الميدان للجهة اليمنى لإياب المساكني لأمينة الشرميتي يعني